السلام عليكم ورحمة الله. نواصل إن شاء الله رب العالمين موضوع الميكانيزم of neutrophilia. إنه بيحصل في عنا increase in the number of the neutrophil، وهذا أمر طبعا بيحصل من عدة أوجه. يا إما يكون في عندي increase production، هذا أمر يعني متعارف عليه إنه أنا في عندي signal اجت للبولمرو، بولمرو انتج لي خلايا الوايت بلاد سيل طبعا من خلال سيرتين سايتوكاينز. او ممكن يحصل عندنا طبعا غير البرودكشن، طبعا حيكون في كمان عندي اكسلريشن من الريليز للوايت بلاد سيلز من البولمرو عفوا للسيركوليشن. هذا الكلام ممكن يحصل عندنا. فهذا الاساس بتيجي تحسب انت الوايت بلاد سيل، بتحس انه في عندنا انكريز. طبعا هذا ممكن يكون نتيجه بعض الاحيان في عندنا ديفرنت كونديشن، ممكن يكون نتيجه دراج على سبيل المثال، ستريس معين، هذا امر ممكن يحصل عندنا. شغله ثانيه ممكن يكون في عندنا اللي هو الشيفتنج من السيركوليشن يروح عندي على المارجنال بول الخلايا، تمام. هذا الكلام ممكن ما يحصلش بالشكل المطلوب، تمام. فبيحصل في عندنا نوع من اللي هو خلينا نقول بيحصل في عندنا هناك نوع من الشيفتنج من المارجنال بول للسيركوليشن، فبتحس انه عندنا النمبر اوف ذا نيوتروفيل بيكون بشكل او باخر طبعا كبير. وهذا الكلام بيصير في موضوع الانتربريتيشن بالنسبه للوايت بلاد سيل. اذا هذا الامر قلنا في عنا ظروف محيطة بتساعد في هذا الجانب، لكن إن جنرال بشكل أو بآخر إنه لما بكون في عندي مثلا نيوتروفيليا بلاحظوا إنه من خلال الإنتاج، هذا الوضع الطبيعي اللي بصير عنا. لكن في هناك كونديشن معين ممكن يحصل في عنا نوع من اللي هو الخلل في هذا التوازن في البولز الموجودة عنا. ذكرنا بإنه في عنا ثلاثة بولز، وخلينا نقول عنهم عبارة عن أربعة عفوا، اللي هو البون مارو بول اللي يوجد في داخل الوايت بلاد سيل، في عنا السيركوليشن بول، عنا المارجنال بول، وعنا التيشيو اكزيستنس للخلايا، او خلينا نسميها تيشيو بول. زي ما احنا شايفين هذا البيزل او الوضع الطبيعي للخلايا موجوده في البون مارو، يعني ماخذ مساحه كبيره، انه البون مارو يوجد عنا كميه كبيره من هذه الخلايا. وكذلك يوجد عندي هنا نسبة من هذه الوايت بلاد سيلز موجودة في السيركوليشن، ونسبة كذلك موجودة في وين؟ في المارجنال بول اللي هي عاملة ادهيجن للكابيلاري بلاد فيزلز. كذلك عندي في التيشو، احنا الكلام هذا قلناه انه الخلايا النيوتروفيل بتقعد عندي ساعات، وبعد هيك بتروح بتقعد لها يومين عندي في التيشو، ما كانش في عندي أي رياكشن بتدخل على أبوبتوس. بقول لي أنا لو صار في عندي انفكشن على سبيل المثال، بتلاحظ إنه صار في عندي شيفتنج لا البول مارو من ناحيه النمبرنج بقل عندي. عشان هيك انت بتلاحظ عندك الخط هنا مقارنه مع الخط في البيزل، تمام، صار في عندي نوع من الشيفتنج. وهذا الكلام ايش اللي صار عندي؟ ما دام صار في عندي انفكشن في السيركوليشن اكيد حيزيد، يعني لما بكون انا في عندي انفكشن بعرف انه الوايت بلاد سيل في السيركوليشن حيزيد، وكذلك في المارجنال بول برضه حيزيد. ليش؟ لانه انا في عندي في التيشو في بروبلم. ما دام في التيشو في عندي بروبلم، في عندي هنا ريليزنج من البول مارو بروح على السيركوليشن وهلم جرى للمارجنال زون، وبعد هيك كمان عندي على التيشو. عشان هيك بتلاحظ انكريز في التيشو زون، وكذلك انكريز في المارجنال بول زون. هذا جانب. جانب ثاني، فرضا انا في عندي ظرف اخر اللي هو ناس عندهم بياخذوا ابنفرين وصار تعرض مثلا لواحد لاكسرسايز معين او لستريس معين، فاحنا بقول لي هنا انا البول مارو الزون تاعه ابروكسيميتلي نورمال، ما فيش هناك تغير ولا تاثير على الابنفرين على عمليه الريليزنج اوف ذا نيوتروفيل تو ذا سيركوليشن. ولكن ايش بتلاحظ؟ انه المارجنال بول عندي انا قل، على طبعا ايش قل، وعلى حساب السيركوليشن، بحيث انه الابنفرين بيعمل عمليه نوع من الديكريز للادهيجن بتاع مين؟ بتاع النيوتروفيل على اللي هو البلاد فيزلز. فعشان هيك بصير ايش؟ ريليزنج لهذه الوايت بلاد سيل من المارجنال بول وبتروح على السيركوليشن، فعشان هيك بزيد عندي انا في السيركوليشن النمبر. راح عندي الستريس، راح عندي هذا الاكسرسايز مثلا، فبترجع الامور طبيعي بشكل او باخر. كمان بيجي بيحكي لي مثلا اخر مثال اخر عندي الاستيرون، الستيرويد هرمونز او ما شابه ذلك. بنلاحظ ان الستيرويد في عندنا صار نوع من ريليز، وكانه بقول لي
انه الاستيرويد بيعمل لي عملية اكيوت او بيعمل لي نوع من اللي هو الريليزنج للخلايا من البول مارو، بزود لي اياه او ستيميوليشن للريليزنج، ممكن يأثر على موضوع البيرميابيليتي بشكل او باخر بتاعة اللي هو في الاريا ما بين البول مارو والبلاد فيزلز، وحيحصل في عنا هذا الريليز الالوت. اوكي هيحصل عندي انكريز في السيركوليشن، وكذلك حيكون عندي انكريز في المارجنال بول. طبعا التيشو بضل الوضع زي ما هو. ممكن يحصل عندنا كمان حاله اخرى، حاله بسموها ليكوسايت ادهيجن ديفشنسي، وهذه عباره عن حاله من حالات البلاد ديزيز اذا ذاكرين في اخر محاضرات الاميونولوجي في الفصل الثاني. بيحصل في عندنا مشاكل انه ما فيش مقدره عند خليه الوايت بلاد سيل او النيوتروفيل انها تعمل عمليه ادهيجن لمين، لا اللي هو البلاد فيزل، من خلال طبعا ان بعض من الموليكولز في عندها ديفكت موجود عندي من خلال انتيجرين، وهذا الكلام طبعا ذكرناه في هذاك الفصل. فما دام انا ما فيش عندي ادهيجن كويس للبلاد فيزل الى سطح البلاد فيزل، معناته هيحصل عندي ايش؟ هيحصل في عندنا انكريز لهذه الخلايا في السيركوليشن على حساب مين؟ على حساب البلاد فيزل. فعلى فرض ان انا لو في عندي مثلا انفكشن على سبيل المثال هنا، وعندي انفلاميشن، وعندي هذا الوضع المرضي اللي هي ليكوسايد ادهيجن بروبلم على مستوى جينيتكس، انه في عندي مشاكل في الانتيجرين في البيتا انتيجرين زي ما احنا عارفين والانتيجرين ليجان، اوكي هيأثر في عمليه ايش؟ انه البكتيريا هتضل عايشه لكن مش هتيجي عندي وايت بلاد سيل على منطقه التشو وتروح تطاوش البكتيريا. على هذا الاساس تحس انه ايش الوايت بلاد سيل في داخل الزون بتاع التشو طبعا بقل. اذا هذه عباره عن فاكتورز تمام بتاثر في موضوع الميكانيزم او الميكانيكس بتاعه اللي هو المايجريشن بتاعه النيوتروفيل فروم وان بول تو ذا انذر. هذا جانب. في عندنا هنا مصطلحات نعدي عليها، بيقول لي انا في عندي حاجه بسموها ليفتنج شيفت. ليفت شيفت ذس از يوزد وين ذا نمبر اوف ذا ماتشور نيوتروفيل اكسيد ذا ريفرنس رينج. يعني لو انا رحت طلعت انا عملت ايفالويشن للبول مارو وعملت ديفرنشيشن وطلعت اشوف الخلايا، فبلاحظ انه كميه الاماتشور سيل زي مثلا المايلوبلاست المايلوسايت اند سو اون بلاقيها اكثر من النسبة المتعارف عليها، لأنه طبعا زي ما هنشوف إن شاء الله later on في البول مارو كل خلية أو كل ستيج من هذه الستيجز في إلها نسبة تقديرية في داخل البول مارو. فإذا لاحظت أنه الإماتشور نيوتروفيل increase number أعرف أنه أنا في عندي حاجة ما shift left تمام increase the number تمام، لكن هي عبارة عن إيش؟ أقل ما زالت من خلايا الماتشور. هذا جانب. لكن ممكن يكون عندي مصطلح آخر اسمه degenerative left shift اللي هو عبارة انه immature neutrophil exceed that of mature neutrophil exceed تمام، انه لو انا اطلعت على هذه الخلايا اعرف انه زادت بشكل طبعا كبير، وهذا طبعا علامة من علامات ايش؟ انه في عندي problem انه immature cells او immature stages of the neutrophil زادت على number of ماتشور، بسموه ديجنريتيف بشكل او باخر. في مصطلح اخر اسمه رايت شيفت، والصحيح هذا المصطلح لا يستخدم كثير، وهو عباره عن هايبر سيجمنت نيوتروفيل. يعني انا بعض الاحيان ممكن الاحظ النمبر اوف نيوتروفيل هاي، والاحظ كمان انه ممكن يكون في عندي زياده النمبر اوف ذا نيوتروفيل وفي عندها هايبر سيجمنتيشن، وهذا الكلام ممكن يحصل عندنا يكون موجود. انه ايش اللي بصير فيه عندي؟ انه بعض احيان نوع انواع الكورتيكوستيرويدز تمام ممكن يقلل من حركه الخلايا النيوتروفيل تروح على اساس انه تروح على التشو، بقلل من حركه اتجاهها على الادهيجن او على المارجنال بول، وبعد هيك يصير عندنا ريليز على التشو. فهذا بيعمل ايش؟ انكريز ذا هاف لايف اوف ذا neutrophil inside the circulation as well as the neutrophil become as old، وهذا ممكن يؤدي انه يحصل عندي هايبر سيجمنتيشن. هذا ممكن يحصل من هذا الجانب. جانب ثاني ممكن الاحظ الهايبر سيجمنتيشن هنا، انه في عندي ماتشور نيوتروفيل مع هايبر سيجمنتيشن جياني من خلال بعض احيان يكون عندك بعض احيان تعرضنا لتوكسين وممكن يحصل عندنا هذا الامر.
هايبر سيجمنتيشن ممكن نلاحظها في حاله مرضيه اخرى في موضوع الميجالوبلاستيك انيميا زي ما حنشوف ليتر اون. واخذتوه اكيد هذا في موضوع الميجالوبلاستيك انيميا عفوا. هذا الامر موجود وممكن يكون في اسباب اخرى ممكن نتطرق لها ان شاء الله ليتر اون. في عندنا مصطلح اخر اسمه لوكومويد رياكشن. ايش يعني لوكومويد رياكشن؟ لوكومويد رياكشن انه انا بلاحظ عملت وايت بلاد سيل ولقيت انه الوايت بلاد سيل اخذت نمبر هاي. احنا عارفين النورمال رينج من 4.5 ل 10 1000 بير مايكروليتر، لكن وجدنا انه صار في عندي 30 40 او 50 الف. فهذا زياده نمبر لوك لايك، انت لما تشوفه لاول مره تتفاجئ وكانه تقول صار عندي حاجه اسمها لوكيميا. لوك لايك لوكيميا، تمام، لوك لايك لوكيميا نتيجه عمليه النيوتروفيليا. فهذا عمليه ايش مالها كما هو موجود عندي هنا، عمليه ترانزيت، تمام، هي عباره عن ايش ترانزيت، يعني ممكن يكون عندي سيفير انفكشن سيفير انفلاميشن ممكن يعمل لي عمليه اللي هو الليكيميك او الليكومويد طبعا رياكشن بشكل او باخر. ولكن طبعا احنا برضو اخصائيين تحليل طبيه لازم نقدر نميز انه هذا الاتجاه هو عباره عن الكومويد رياكشن وترانزيت، ولا ممكن يكون عباره عن ديزيز او عباره عن مالجنانسي او مثلا يكون عباره عن يكون عندي على سبيل المثال كرونيك مايلوسيتيك لوكيميا، تمام. ممكن هذا الكلام نحتاج ان نقدر نميز بينهم. عشان نميز بينهم بيجي بيعطيني اشارات ايش طبيعه اللي هو النمبرينج بشكل او باخر. بقول النمبرينج ممكن يصل ل 50,000 بير مايكروليتر، تمام. لما بزيد عندي على 50,000 انا بس ادخل على موضوع الشك، هل انا لوكومويد او يحصل عندي لوكوميك رياكشن. ايش اللي بصير عندي انا هنا؟ بيجي بحكي لي the differential count has a marked left shift evidence by the presence of myelocyte metamyelocyte at band 4. بقول لي هنا في الحاله هذه انه انا ما دام انا عندي ستريس، وهذا الامر ممكن تلاحظ بعض من الخلايا الامتشور زي الميتامايلوسايت والباند فورم موجودين عندي بشكل او باخر في هذا الامر لما يكون عندي سيفير رياكشن. هذا جانب من الاشياء. هذا الكلام انا وين بلاحظه؟ ممكن الاحظه في الكومويد رياكشن، في اللوكيميك او كالوكيميا كرونيك مايلوسيتيك لوكيميا، تمام. بنلاحظ عندنا حاجه اسمها فيلادلفيا كروموسوم. ايش يعني فيلادلفيا كروموسوم؟ لو رحت انا عملت لهذا الانسان حاجه بسموها كاريوتايبنج طبعا، وشفنا عمليه الترانسلوكيشن اللي ممكن تحصل عندي على كروموسوم من 9 ل 22، فانا بلاحظ في عندي ممكن يحصل الكروموسوم 9 22 بسموه ترانسلوكيشن، بيحصل هذا وبيعطيني كروموسوم 22 از شورت كروموسوم، لانه صار في عندنا ديليشن لقطعه من هذا الكروموسوم زي ما نتحدث على تفاصيله ليتر اون في السي ام ال، تمام. فممكن انا الاحظ وين بلاحظه؟ الاحظه في السي ام ال. هل بلاحظه في الليكومويد رياكشن؟ لا. ليش؟ لانه يعني قلنا الليكومويد رياكشن هي عباره عن ترانزيت ستيج اوف ذا انفلاميشن سيفير انفلاميشن، او مثلا يحصل عندي ادراك. هذا جانب. اذا بيجي بيقول لي انا هذا بعمل لي ديستنجويش ادلت كرونيك مايلويد لوكيميا فروم ليكومويد رياكشن. الشغله الثانيه انه الليكومويد رياكشن ممكن قلنا نتيجه انفكشن، او ممكن يحصل عندي توكسيك جرانيوليشن الاحظه في هذا الامر. ممكن الاحظ حاجه بسموها دول بادي. ايش يعني دول باديز؟ زي ما حنشوف صورته ليتر اون. الدول باديز عباره عن اكيوميليشن اوف اندوبلازميك ريتيكولم، فعامله لي زي دوت في داخل السيتوبلازم. او ممكن الاحظ بعض الاحيان فاكيولز في النيوتروفيل. ليش؟ لانه انا في عندي نوع من الاستفزاز لخلايا النيوتروفيل في موضوع الانفلاميشن بروسيس. ايش بيحكي لي كمان هنا؟ بقول لي كومويد رياكشن اند سي ام ال كان بي ديفيكلت تو ديستينجويش لما تيجي تطلع على النمبر بشكل او باخر. لكن بقول لي كمان ممكن انت تميز من خلال حاجه اسمها الكلاين فوسفاتيز. في عندنا حاجه بسموها ال اي بي ليكوسايت الكالاين فوسفاتيز سكور، يعني بيحاولوا يعملوا ستين لهذا الانزيم يشوفوا موجود عندي او مش موجود. اذا نيجي بنطلع انه الليكوسايت الكالاين فوسفاتيز في السي ام ال في الكرونيك مايلوسيتيك لوكيميا ابروكسيميتلي فيري لو،
ممكن يصل ل نورمال او يزيد نوعا ما، لكن بشكل عام لو تمام. هذا مين؟ اللاب او اللي هو عباره عن الليكوسايت الكراين فوسفاتيز. بالاضافه انه في عندي فيلادلفيا كروموسوم في اللوكومويد رياكشن، لا في عندي فيلادلفيا كروموسوم تمام، والال اي بي اللي هي الليكوسايت الكراين فوسفاتيز بزيد. ليش؟ لانه انا في عندي رياكشن، في عندي انا طوشه في داخل النيوتروفيل ضد هذا الميكروب الموجود عندنا بشكل او باخر. اذا هذا من ضمن ايش الفروقات ما بين اللوكومويد رياكشن وما بين الكرونيك عفوا مايلوسيتيك لوكيميا ان جنرال. بيجي بحكي لي هنا شغله اخرى تمام، بيقول لي بيشنت ويد جرانيولوسايت كاونت اكثر من 200,000 او 300,000. بقول لك انت ممكن تحصل طبعا عندك انه تلاحظ انه في السي ام ال انه ممكن يصل الوقت بلتصل ل 200,000 و300,000 واكثر، ممكن يصل ل 400,000 تمام. هذا ممكن تلاحظه عند السي ام ال. اذا هذا النمبر الهاي صعب انك تلاقيه في الكلوكومويد رياكشن. الكلوكومويد رياكشن اكثر ممكن يوصل ل 50 ل 60,000 بشكل او باخر، لكن الناس اللي عندهم سي ام ال ممكن يصل هذا العدد بشكل او باخر. وهذا طبعا هيكون له مضاعفات، انه هيعمل لي هايبر فيسكوسيتي في داخل السيركوليشن وممكن يعمل مشكله بشكل عام. طيب هذا بيجي بتذكر لي بعض من الخواص للكومويد رياكشن انت ممكن تكون ملاحظها، وبعد هيك احنا حننتقل للتيبل اللي بيميز ما بين اللي هو الكومويد رياكشن واللي هو السي ام ال. تمام، بقول الكومويد رياكشن انه في عندنا موصلي ماتشور نيوتروفيل، الخلايا بتكون طبعا ماتشور، وفي عندنا شويه اللي هي ايش ام ماتشور زي الباند والمايلوسايت. شغله ثانيه قلنا انكريز ليكوسايت الكراين فوسفاتيز، هذا تمام. كمان عندي انكريز جرانيولوليسيس، في عندي كميه جرانيولز الوت في داخل الخليه، لانه انا في عندي نوع من الديفنس ميكانيزم هتحصل عندي. هذا شغله ثالثه. شغله رابعه، ما فيش عندي سايتوجينيتك للبون مارو فيها بروبلم نورمال، فيش عندي كروموسومال ترانسلوكيشن زي وجود ترانسلوكيشن من كروموسوم 9 ل 22 تمام. بقول لي انت ممكن تلاحظ بعض احيان عندك 13 سي دي 13 سي دي 15 تمام اوكي، عندك موجودين على الخلايا نيوتروفيل، لكن في عندنا ايش ديفيشنسي في اللي هو الابسنت اكسبريشن اوف اتش ال اي دي ار والسي دي 34 عند هذه الخلايا. نيجي نطلع على التيبل عشان تكون الصوره اكثر وضوح في التميز ما بين الليكومويد رياكشن واللوكيميا، او المقصود فيها هنا في السي ام ال كرونيك مايلوسيتيك لوكيميا. نطلع الاول الوايت بلاد سيل كاونت، بيقول لي تقريبا في الليكومويد رياكشن ممكن يصل 70 ماكسيمم، لكن هنا في اللوكيميا ممكن 70 80 قلنا 200 400 300 هون المجر. الاماتشور سيل يوجوالي ابسنت، يعني انا في الكومويد رياكشن الاماتشور نادر تلاقيها، اللي هم ممكن تلاقي عندك شويه بلاست موجوده تمام بشكل او باخر، ممكن انت ما تلاقيهاش طبعا هنا، لكن ممكن انت تلاحظ مين؟ تلاحظ عندك خلايا الباند اللي هي ما قبل الماتشوريشن موجوده في الكومويد رياكشن، لكن في اللوكيميا ساسي از اكرونيك مايلوسيتيك لوكيميا ممكن الاحظ كميه من الخلايا الاماتشور. في اللوكومويد رياكشن ما فيش مجال لك انت تلاحظ عندك نيوكليتيد ريد بلاد سيل. هنا بقول لي في اللوكيميا ممكن انت تلاحظ انه الخط بتاع الريد بلاد سيل يعني يضرب عندي ويصير عندي ريليزنج لنيوكليتيد ريد بلاد سيل. الترومبوسايتوبينيا ملهاش علاقة لانكريز للوايت بلاد سيل مع الترومبوسايت، اذا ابسنت، لكن هنا ممكن يكون بريزنت، يعني تحس انه كمان الخط بتاع الوايت صاحبه اشكالية في خط اللي هو مين الترومبوسايت. بمعنى في المراحل الصعبة من السي ام ال بتحس انه ايش انه بدت الزياده في النيوتروفيل على حساب مين؟ على حساب اللي هو البليتلتس، عشان هيك ممكن تلاحظ عندنا صار في الاخر ترومبوسايتوبينيا. هل بلاحظ لنف ادينوباتي؟ ابروكسيميتلي ما بلاحظش كثير بشكل او باخر. او ميجالي. بقول لي انا السيرم فيتامين بي 12 نورمال في الكومويد رياكشن، هنا انكريز في السي ام ال،
واكيد هنا موضوع الانكريز لانه الخلايا كثيره وبصير في لها ديجنريشن، وحيحصل عندي ما دام صار لها دامج او تدمير الخلايا لانه كميه كبيره من الخلايا ومنها من الخلايا اللي بصير لها ديث، فهذا حيزود من الفيتامين بي 12 الموجود فيها في داخل السيركوليشن عشان هيك ممكن يزيد. سيتوجينيتك ابنورماليتي قلنا في الكلوكومويد ابسن هنا بريزن. ليكوسايت الكالين فوسفاتيز انكريز هنا قلنا لانه في عندي رياكشن اجينست مايكروب، هنا في عندنا سي ام ال ديكريز في الليكوسايت الكالين فوسفاتيز، وبعض الاحيان ممكن يصير له شويه انكريز بس بشكل عام ديكريز. اوكي اذا هنا مصطلح كان موجود عندنا اسمه الليكوميد رياكشن، وقدرنا نميز ما بين الليكوميد رياكشن واللي هو السي ام ال. نيجي نعدي على السريع، بقول لي النيوتروفيليا ان جنرال ممكن يكون برايمري، انه البرايمري يعني انا في عندي مشكله في داخل المصنعيه، تمام، انه ممكن يكون في عندنا ايديوباتيك، انا مش عارف ايش السبب للي صار، تمام، ممكن يكون عندي سي ام ال، ممكن يكون عندي بعض الاحيان فاميليا المايلوبروفيت ديزيز عندهم مشاكل انهيرتنس، فدائما العائليه في موضوع عائلي وراثي له علاقه في هذا الموضوع، ممكن يكون عندي انا كونجينيتال انومالي او ليكوميد رياكشن صار في عندنا، او كونجينيتال بشكل او باخر اثر انه سائما في عندي برودكشن للنيوتروفيل، في عندي مشاكل از برايمري كمان في زياده النيوتروفيل قول لي ليكوميد رياكشن، تمام، وقال لي في عندي كمان ليكوسايت ادهيجن فاكتور ديفيشنسي، وهذا طبعا ممكن يزود للنيوتروفيل في داخل السيركوليشن. فميل الكولد ارتكاريا بعض من انواع الارتكاريا بتعمل هذا الامر. السكندري طبعا ممكن من خلال انفكشن بشكل عام، ستريس ممكن يزود، كرونيك انفلاميشن بعض احيان الدراج، تمام، ممكن يحصل عندنا هذا الامر. في السكندري في عندنا ممكن يكون انفكشن، ستريس، كرونيك انفلاميشن، بعض احيان الدراج ممكن يعمل عندنا هذا الامر، ممكن ما يكونش طبعا هيماتولوجيكال مالجنسي، في اسباب اخرى ممكن نتيجة هيموليسيس بعض الأحيان يصير في الريد بلاد سيل، وهذا يعمل استدعاء ويصير في هناك إنتاج من البون مارو للخلايا مجتمعة، هذا ممكن يحصل عندي. السبلينيا أند هايبوسبلينيزم يعني ممكن يحصل عندي بعض الأحيان إنه يصير سبليكتومي، يروح السبلين، فبعض الأحيان حيخفف من كمية الخلايا اللي حتروح على التيشيو، فهذا ممكن يزود بشكل أو بآخر. بيجي بيقول لي انا الفسيولوجيكال نيوتروفيليا، تمام، زي ما ذكرنا وهذا الكلام يعني بس من باب التاكيد، انه بعض احيان الابنفرين زي ما ذكرنا ريليز عندما يصير عندي مثلا ستريس او اكزايتيشن صار عندي، او انا خفت من حاجه او عملت اكسرسايز، تمام، هذا ممكن يؤدي الى ايش، الى زياده الابنفرين، وقلنا ما دام زاد الابنفرين حيزود الخلايا الوايت بلاد سيل او النيوتروفيل في السيركوليشن على حساب المارجنال بول، لكن بعد هيك تهدى الامور بنرجع ثاني بشكل او باخر، تمام. بعض الاحيان الدراج زي ما ذكرت المره الماضيه في موضوع الستيرويدز على سبيل المثال برضه نفس الشيء حيساعد في انه ايش يحفز الريليز للنيوتروفيل من البول مارو وتطلع على السيركوليشن، تمام، وحيحصل عندي الاحظ في عندي ايش ليكوسايتوسيس بشكل او باخر. بقول لي بعض الاحيان ليكوسايتوسيس اولسو ممكن يصل ل 200 الف في النيونيت، تمام، وهذا الكلام بيكون علاقه له علاقه لما تكون الام عندي بتاخذ ستيرويد بهذا الامر. بعض الاحيان الناس بياخذوا دراج اسمه بيتا اغونست، تمام، ممكن يزود عندي النيوتروفيل، بيعمل لي ريليزنج للنيوتروفيل من المارجنال بول على السيركوليشن. بعض احيان علاجات اسمه فينوتين توين واذر انتي كونفلسنت اللي له علاقه في التشنجات، تمام، ممكن يكون له علاقه في الليكوسايتوسيس. الليثيوم برضو من ضمن الاشياء اللي ممكن تعمل ليكوسايتوسيس وحتحفز انتاج اللي هي كولون ستيمولاتينج هرمون، تمام، فاكتور، وهذا الكولون ستيمولاتينج فاكتور وبدوره حيزود من عمليه الانتاج، يجي هذا الفاكتور على الستيم سيل ويحفز من انتاج الخلايا. اذا هنا في عندنا اكثر من عامل ممكن يعمل اندكشن للنيوتروفيليا. الانفلاميشن طبعا احنا زي ما احنا عارفين اكيد بيعمل
النيوتروفيليا، هذا أمر طبيعي. النيوتروبينيا طبعا ممكن يحصل عندي نيوتروبينيا، وعادة بيجي بيحكوا في موضوع النيوتروبينيا انه ممكن العدد يصل ل 200 عفوا ل 2000 بير مايكروليتر او اقل، بقدر اسميهم انا ايش نيوتروبينيا. وهذا الكلام ممكن يكون له اكثر من سبب يعمل النيوتروبينيا، ممكن يكون من خلال الدراج، بعض احيان انواع الدراج بتعمل سبرشن للبون مارو، بعض احيان في الاوتو اميون ديزيز ممكن يحصل عندنا انتي بودي اجينست الخلايا، ممكن يكون في بعض من الامراض زي الان دي اس مايلودس بلاستيك سندروم زي ما حنحكي عنهم، في الاتش اي في ممكن يحصل عندنا برضه نفس القضيه، في بعض انواع من انواع البكتيريا ممكن تعمل عندنا نيوتروبينيا، ممكن يحصل عندي بعض احيانا تكون ايديوباتيك نيوتروبينيا، هذه من ضمن الاسباب بتاعت هذا النيوتروبينيا. ممكن يكون عندي ساي كونجينيتال نيوتروبينيا، شغل دخل في الوراثه، او ممكن يكون عندي سايكليك نيوتروبينيا. ايش يعني؟ انه ما فيش عندنا سينكروناس، ما فيش عندنا اللي هو توازن ما بين اللي هو خروج الخلايا من البون مارو ودخولها على السيركوليشن، او مثلا بقاها في السيركوليشن مع المارجنال بول، وهلما جرى هذا الاختلال في التوازن في عمليه الخروج من البون مارو والسيركوليشن وتروح على المارجنال بول ومنها للتشو، فممكن يؤدي الى نيوتروبينيا. هيك احنا ان شاء الله بنكون انهينا موضوع الكاينتيك بتاعت النيوتروفيل والعوامل اللي بتأثر عليها. تمام، المرة القادمة إن شاء الله حنتحدث على الأبنورمال وايت بلاد سيل مورفولوجي، إن شاء الله نحاول نشوف الأشكال وإيش الأسماء بتاعتهم اللي لهم علاقة في موضوع المورفولوجي أبنورمالتي. السلام عليكم ورحمة الله.